بسم الله، هنشوف مع بعض ازاي نعمل فاونديشن. هاجي من الاستراكشر فاونديشن، هقول له انا عايز اعمل للحوائط، واختار الحوائط الانشائي. تمام، لو انا عايز اعدل فيها اقول له سيلكت اول انستنس فيزيبل ان فيو. كده انا حددت العناصر الموجوده في الفيو. هاجي هنا اشوف الحاجة اللي انا عايزها، ممكن ادخل اعمل تايب جديد، ايديت تايب دوبليكيت، هقول له اوكي. انا كده عدلت الاسم وعدلت الدايمنشن بتاعته، فهتلاقي الحاجة اتعدلت. طيب لو انا عايز اعمل للعمدان الكولومز، الافضل ان انا اعملها في 2D، وينفع تعمل في 3D بس الافضل في 2D. دي العمدان، اجي هنا ايزوليت واشوف ايه الفاونديشن اللي انا عايزها، في كذا نوع، واجي احطه هنا في مركز العمود بالشكل دوت. او ممكن اقول له اد جريد لو هم كلهم موجودين في الجريد. تمام، اد كولومز، ممكن احددهم كلهم للكولومز، احدد الكولوم اللي انا عايزها، وبعد كده اقول له ايه فينش او اد جريد، واعلم على الجريد فينش. السلاب هقول له هنا structure foundation slab، اقول له مثلا انا عايز السلاب بتاعتي بالشكل دوت، وده السمك بتاعها، تقدر تغير السمك زي ما انت عايز. هقول له finish، ادخل بقى في 3D اهو، الاقي الفاونديشن اتعمل. ولو انا عايز اعمل سلاب اتش، هاجي هنا في السلاب اقول له سلاب اتش، وابدا احدد الايدج بتاعي. اعمل سيلكت، الاقي ان هو حدد لي السلاب اتش بتاعتي. وناخد سيكشن، جو تو فيو السلاب اتش،